وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي معربا عن دعم المجلس لتوجيهاته المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها، والتي تأتي اتساقا مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي الرئيس السيسي ونظرته الثاقبة في أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري، والذي لن يتأتى إلا بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها. الدستور يفرض علينا التزاما صريحا في المادة 29 منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع، أي مشروع القانون الماثل، محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد في ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري. لذا أجد لزاما علي أن أتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعمين توجهات سيادته المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها، والتي تأتي اتساقاً مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي والنظرة الثاقبة لسيادته في أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري، والذي لن يتأتى إلا بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.